وأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم فيها قيام الليل، فإنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو العبادة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقيام تلك الليلة. إذن القيام أعظم عبادة يفعلها الإنسان في ليلة القدر، فينبغي أن يعتني بقيامه في العشر الأواخر بأن يطيل صلاته فيها بحسب الإمكان، ولا يلزم أن يأخذ وقتا واحدا في جميع الليالي، لكن يجتهد في الإطالة. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا، أي جماعة، لم يصلي بهم التراويح جماعة، حتى بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، لم يقم بهم ليلة 24. وهذا لا يعني أنه لم يقم صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لم يقوموا، لا، قاموا، لكنه لم يقم بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. وقام بنا في الخامسة، أي صلى بهم جماعة، صلى الليلة جماعة ليلة 25. قال: حتى ذهب شطر الليل، حتى ذهب نصف الليل من بعد العشاء، حتى ذهب نصف الليل. قال: فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبالمناسبة يا أخوة، هذا الحديث ليس خاصا بالمسجد، بل من صلى اليوم في البيت جماعة مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا بني، وأنت يا بنتي، وأنت يا أختي، إذا صليت خلف الوالد مثلا في البيت، صليت صلاة الليل وصلى بكم نصف ساعة ساعة بحسب ما تيسر، ثم انصرفتم معه، فإنه يكتب لكم بإذن الله أجر قيام الليلة كلها، فاحرصوا على ذلك رعاني الله وإياكم. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم لم يصلي بنا، أي ليلة 26، حتى بقي ثلاث من الشهر، أي ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة ليلة 27، ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الأربعة وصححه الألباني. ففي هذه الليلة ليلة 27 قام النبي صلى الله عليه وسلم بهم جماعة من بعد صلاة العشاء إلى قرب الفجر، حتى خاف الصحابة رضوان الله عليهم أن يفوتهم السحور. وهذا دليل على إطالة الصلاة في العشر الأواخر. والأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة، يطيل قيامها وركوعها وسجودها، ويجوز له أن يزيد في العدد إذا كان طول القيام يشق عليه، فيصلي 23 أو أكثر. عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وقد بحثت هذه المسألة في بعض دروسي وذكرت آراء العلماء فيها وبينت بالأدلة فيما يظهر لي والله أعلم، أن الراجح رجحانا بينا أنه لا حرج في الزيادة في عدد الركعات في صلاة الليل، وإن كان الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة. هنا أنبه على أمر ينبغي على المسلم وهو يصلي الليل أن يعتني بقراءة القرآن فيها بتدبر، فيقرأ القرآن بتدبر إن كان إماما، وإن كان مأموما يتدبر ما يسمع، يحضر قلبه، لا يفعل مثل ما يفعل أكثرنا عهده بالصلاة إذا قال الله أكبر مع الإمام ثم لا ينتبه أنه يصلي حتى يسمع الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا، الإمام القارئ يقرأ ويتدبر، والمأموم يسمع ويتدبر. إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة،
هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، يقف عند رأس كل آية. قال قلت يقف عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بالبقرة في ركعة. قال فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها. ثلاث صور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء. قال ماذا؟ يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر، قام بالبقرة وآل عمران والنساء ثم كان ركوعه في الطول نحوا من قيامه. الواحد منا إذا سبح 9 مرات سبحان ربي العظيم يبدأ يتحرك ويبدأ الشيطان يعني يشعره أنه تعب. النبي صلى الله عليه وسلم ركع قريبا من قيامه، قريب من قراءة سورة البقرة وآل عمران والنساء مترسلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم الصحيح. وفي رواية قال وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه الترمذي وصححه الألباني. هكذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته في الليل. فينبغي علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، نعتني بطولها ونعتني بقراءتها. كذلك ينبغي أن نعتني بالدعاء في صلاتنا، ولا سيما في السجود وفي آخر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ومعنى فقمن أن يستجاب لكم فحقيق أن يستجاب لكم. فأنت يا أخي وأنت ساجد في قيام الليل في 10 الأواخر ترجو ليلة القدر، وفي آخر الليل، هذه كلها من مواطن إجابة الدعوة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أرجى للإجابة؟ فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وأنت في قيام الليل وإن لم تكن في صلاة مكتوبة لكنك تصلي في الليل، وآخر الصلاة من مواضع إجابة الدعاء، فاجتهد رعاك الله في الدعاء.